الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، وددت أن أفرد المواريث في يوم واحد، أيضا هذه سيستصعب، فبإيجاز سنتكلم عن القواعد، وأيضا القواعد يوم الأربعاء حتى ننتهي من القواعد لأنها طويلة جدا يعني. فبإيجاز سنمر على بعض القواعد، أو نأخذ قاعدة نأخذ شطرها، والصور نكملها يوم الأربعاء، يعني هم نجمع بين المصلحتين، ونأخذ المواريث معها الكلام على الجد في اليوم. تكلمنا الأسبوع الماضي في القواعد، تكلمنا على قاعدة كلية وهي الضرورات تبيح المحظورات وما تفرع عليها. بعض العلماء يرى أن الضرورات تبيح المحظورات دي تعتبر فرع عن قاعدة كلية كبيرة عظيمة، وهي عصب الدين كله، ألا وهي المشقة تجلب التيسير، على أساس أن هذه القاعدة قاعدة كلية ينضوي تحتها هذه القواعد. المشقة تجلب التيسير، هذه فيها دلالة على سماحة ديننا، وأن الله جل وعلا لم يكلف المكلف بما يشق عليه، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. المشقة معناها الصعوبة والعناء والتعب لغة، والتيسير معنى الليونة والسهولة. والمشقة تجلب التيسير، يعني كلما جاءت المشقة وضيقت على المرء جاء التسهيل والليونة والتيسير له. وفي الشرع المشقة تجلب التيسير إذا طبق المكلف الأحكام الشرعية فضاقت عليه، فإن هذا الضيق يتيسر ويتسع فيستجلب السهولة عليه في تطبيق الأحكام. طبعا هذا لعارض، إذا طبق المكلف الأحكام الشرعية فعرض له عارض فشق عليه تطبيق الأحكام الشرعية، تأتي هذه القاعدة فيتيسر عليه، والشرع يوسع له الأبواب الأخرى حتى يستطيع أن يطبق هذه القاعدة. المشقة تجلب التيسير، وكما قلت هذا هو عصب الدين بأسره. دليل هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. فأما الكتاب فكثير من الآيات قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إن شق عليها ولم يتسع لحاله أن يطبق هذا الحكم ييسر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال الله جل في علاه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأيضا قال الله تعالى عندما قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال إن سلم، قال الله تعالى: قد فعلت. وأيضا من هذه الأدلة القرآنية على هذه المسألة: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا قول الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم. هذا من الكتاب. أما من السنة فأدلة كثيرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مسند أحمد قال: بعثت بالحنيفية السمحة. والسماحة معناها السهولة واليسر والليونة، فكلما ضاق الأمر كلما جاء الشرع بالتيسير والتسهيل والاتساع على المرء. بعثت بالحنيفية السمحة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فكلما جاء العسر كلما صحبه اليسر. قال: إنما بعثتم ميسرين وما بعثتم معسرين. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا صلى خلف معاذ فلما أطال انفرد بنيته وصلى منفردا، وهذه الشكوى الأولى، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس
وصلي بسبح والسماء الطارق إلى آخر الحديث. وحديث آخر أيضا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن لا ندرك الصلاة من أجل ما يفعل فلان بإطالة الصلاة، يعني ما نذهب بصلاة الجماعة لأنه يطيل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لستم منفرين، أو قال ما بؤستم منفرين، وأمر بالتيسير، يسروا ولا تعسروا. هذه الأحاديث كلها تبين لنا الدلالة على هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فكلما شق على المكلف تطبيق الأحكام الشرعية كلما لاح في الأفق التيسير. وهذا التيسير أو أسباب التخفيف أو أسباب التيسير أو أسباب الترخيص في الشرع كثيرة، منها أولا السفر، والثاني المرض، ثالث الإكراه، والرابع مما عمت الأمور التي عمت بها البلوى، الخامس النقص. فالسفر يحفه ما يحفه. رجل سفر ليؤدي شعيرة العمرة أو شعيرة الحج، يؤدي شعيرة العمرة لأنها البداية، يؤدي شعيرة العمرة فسافر على الباخرة أو سافر على السيارة، ما سافر على الطائرة، وهو صائم كان في رمضان فسافر فوجد المشقة في السفر في صومه، فنقول له هذه مشقة التي تحتملها أو لا تستطيع أن تحتملها أو تحتملها بعناء وأنت في سفرك في الصوم، المشقة تجلب التيسير، يسر الله عليك وفتح لك أبواب التيسير. والقاعدة المشقة تجلب التيسير، نقول لك يسرا عليك تفطر هذا اليوم أو اليومين أو الثلاثة التي تسافر فيه، فإذا كنت مسافرا وأنت صائم لك أن تفطر حتى لا تلحق بك المشقة، لأن المشقة تجلب التيسير. وأيضا في السفر يعني المرء مثلا يسافر يتاجر، والتجارة ممكن تربح في أوقات وتخسر في أوقات، هذه الأوقات جاءته في بلاد الكفر أوقات الصلوات، فنحن نقول له أنت في سفر وإذا شق عليك وستخسر أموالك فإن الشرع يحمي لك أموالك مع حفظك لعبادة الله جل في علاه، والمشقة تجلب التيسير، نيسر عليك، يسر الشرع عليك، اجمع جمع تأخير أو اجمع جمع تقديم، اجمع الصلوات ولست ملزما بأن تصلي الصلاة في وقتها، بل لك الجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وفي غيره. وأيضا ممكن يقال له وأنت في السفر لا الجمع أيضا إن كان يشق عليك اجمع واقصر الصلوات الرباعية، تصلي ثنتين للظهر وثنتين للعصر. فالسفر هنا إذا كان فيه المشقة، هذه المشقة يأتي الشرع يوسع على عباد الله ويقول المشقة تنادي عليك من بعيد تجلب لك التيسير. وهذه أيضا من حكمة الله حتى لا ينفر المكلف من عبادة الله جل في علاه، وحتى لا يرى أن في هذه الدين أصال أو أغلال عليهم، بل الله جل وعلا يكلفهم بما يكون ميسورا عليهم وبما يكون في استطاعتهم حتى يسارعوا إلى الله جل وعلا ويتنافسوا في الخيرات. السفر والمرض كل هذا مرور الكرام حتى نفصل الأسبوع القادم بالصور التي فيها المشقة تجلب التيسير. أيضا من أسباب الترخيص أو أسباب التيسير التي إذا لحقت المشقة بالمرء تيسر عليه أو ييسر عليه فيها المرض، فإن المرض أيضا المرء أو المكلف إذا عبد الله وهو على مرض، إن كان مرض خطير أو غير خطير ولا يستطيع أن يصلي قائما مثلا، يأتي الشرع وينادي عليه ويقول إن لحقت بك المشقة وأنت تصلي قائما خففنا عليك ويسرنا عليك، صلي قائما. وإن كنت تصلي قاعدا فلاحقت بك المشقة وأنت جالس وما تستطيع أن تؤدي عبادة الله وأنت جالس، كن مضطجعا صلي نائما. قال ما أستطيع أن أضطجع حتى وأصلي وأنا مضطجع، نقول يأتيك التيسير أكثر، تومئ برأسك، فإن لم تستطع فأنت بعينك خلافا لكثير من أهل العلم أو خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا تسقط الصلاة، فإن الصلاة لا تسقط، لكن نقول المشقة هنا تجلب التيسير لكل أحوالها. وفي المرض أيضا إن كان صائما في رمضان ولا يستطيع أن يصوم، نقول له عليك بالفطر، والله جل وعلا يسر عليك فعدة من أيام أخر. وأيضا في المرض إن لم يستطع المرء أن ينزل إلى المسجد، إن قلنا له صلي قاعدا في المسجد جماعة، نقول لا تسقط الجماعة بالمرض. فإذا ترخيص وتسهيل في سفر اللي هي العوارض، سفر أو مرض أو إكراه. إن المرء إذا أكره على شرب الخمر والخمر حرام ويشق عليه أن يرفض هذا الطلب إن كان أحد يضع السيف على رقبته ويقول تشرب الخمر أو تقتل، فهذه مشقة بالغة، إن نفسه ستزهق. وإن الله جل وعلا أتى بالضرورات الخمس أن تحفظ، من أهمها بعد الدين النفس، فله أن يشرب الخمر مكرها، ويقول له الفقيه المشقة التي لا يمكن أن تتحملها بقطع رقبتك أو بموتك أو بإزهاق روحك تيسر عليك المشقة تجلب التيسير، فنقول لك اشرب الخمر ولست محاسبا عند ربك جل في علاه.
أيضا في الإكراه أن يأتيه الكفار فيأخذونه ويصلبونه ويريدون قتله فيقولون تكفر وإلا نقتلك. فهنا المشقة التي لا يستطيع أن يتحملها بقتله نقول له تجلب لك التيسير ولك أن تقول بكلمة الكفر كما فعل عمار، وقال والله لا نتركك بعد التعذيب الشديد والتنكيل به حتى تتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيه. فلما ذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من الأدلة العظيمة على هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك بعدما اشتد عليك واشتد التنكيل والتعذيب لك، كيف تجد قلبك؟ قال يطمئن بذكر الله الذي في علاه. قال فإن عادوا فعد، يعني المشقة هذه أجلبت لك التيسير بأن تتكلم بكلمة الكفر. سفر ومرض وإكراه، نقص. النقص تعرفون ما النقص؟ النقص يكون سببا في استجلاب التيسير، لأن بالنقص عند المكلف يشق عليه تطبيق الأحكام الشرعية كده تيسرت جدا. أحسنت. النقص كالرق والأنوثة والثالثة، اجعل صاحبك يأتي بها الكبر، لا عرج ممكن، لكن في أوضح من ذلك وأتى بالبينات، أنوثة ورق هذا هو الصغر. أحسنتم. الصغر أيضا نقص، ده اسمه نقص في الأهلية والجنون، فإن الطفل لم يبلغ الحلم والمجنون كثير من التكاليف لا نكلفهم بها. لما؟ للنقص. المشقة تجلب التيسير، يشق على المجنون أن تقول له عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، في صلاة ممكن يصبر عليك وباقي الصلوات ما يصبر مثلا، تقول تسقط عنه الصلوات. في المعاملات يشق عليه أن يبيع ويشتري، فلا نمرر العقد الذي يعقده الطفل ولا العقد الذي يعقده المجنون. يبقى أيضا النقص، أيضا غير النقص مما عمت به البلوى كالنجاسات المعفو عنها في الثوب وفي الأرض وفي غيرها. صور هذه القاعدة كثيرة جدا، الأسبوع القادم سنفسر فيها، بس فقط اليوم أنتهي في الكلام على هذه القاعدة الجليلة المشقة تجلب التيسير. أن العز بن عبد السلام قسم تقسيما بديعا ويتكلم على ترخيصات الشرع، فقال ترخيصات الشرع تعتبر أنواع 6 أو 7، فقال ترخيص إسقاط، ده يعتبر رخصة جامعة رخصة كلية، ترخيص إسقاط. وترخيص الإسقاط كإسقاط الجمعة عن العبد وعن المرأة وعن المسافر، توافقون؟ يعني الجمعة ساقطة على المسافر لا تلزم المسافر، لا تلزم المسافر، لا تلزم المسافر، تلزم المسافر، لا تلزم المسافر. ما أرى بريق الأسلحة يصعد أمام عيني. نعم ده صحيح، في الحج النبي في عرفة، وكانت عرفة جمعة، وخطب بهم وصلاها ظهرا وجمع معها العصر، هذه دلالة على إسقاط الجمعة عن إيش؟ عن المسافر. يبقى ترخيص، ترخيص إسقاط، تسقط الجمعة ويسقط الحج وتسقط العمرة. لا، الجمعة الحج يسقط والعمرة تسقط، هذا كلام من العجب. العمرة تسقط والحج يسقط، توافقوني؟ لا توافقوني؟ الميمنة خير من الميسرة، هنا وافقوني وأنتم خالفتموني. ها معي ولا عليا؟ معايا. تسقط العمرة ويسقط الحج، في ترخيص في العمرة أنها تسقط وترخيص في الحج أنه يسقط. طب هات المخالفين الأول. ها ماضي، الله أكبر، لا فض فوق يا ماضي، وأصبحت مضارعا الآن. نعم هذا الصحيح. الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت، مفهوم المخالفة إن لم يستطع فلا حج عليه وسقط الحج. العمر نفس الأمر، بل العمر مختلف فيها، هي سنة ولا فرض، فهذا اسمه ترخيص إسقاط عند العذر. العذر الذي نجم في الأفق هو الفقر، ما يستطيع، ما عنده زاد ولا راحلة، ما يستطيع الذهاب إلى الحج، فنقول له سقط عنك الحج وسقطت عنك العمرة. تسقط الزكاة، تسقط، استغفر الله، ترتفع إلى السماء. ها الفقير. نعم. طيب إذن ترخيص إسقاط. الثاني ترخيص تقصير أو نقص، ترخيص نقص، يشق على الإنسان أن يأتي بالعبادة تامة كاملة، فيأتي الشرع فيرخص له ويقول لا، لا تكون تامة ولا كاملة عليك لأنك لا تستطيع، الذي تستطيعه الشطر قللنا عنك هذه العبادة. فترخيص التقصير مثل قصر بالصبر، قصر الصلاة، أن تقصر الصلاة الرباعية تكون
يبقى هو يصلي الفجر ركعة ويصلي الظهر أربعة اثنين ويصلي المغرب ركعة ونصف. والله بعد الأزاهرة أفتى بهذه الفتوى، قال تصلي العصر ركعتين وتصلي المغرب ركعة ونصف، تقسمها نصين، أقسم بالله قال ذلك. فالله المستعان. فهذا ترخيص. ازاي بقى؟ هيبقى اكيد هينفي الركوع والرفع، هيبقى قراءه وسجود بس. الله المستعان. انا اسال الله ان ربنا يعفو عنا ويعلمنا ويجعلنا ما نتكلم الا بعلم. فالمغرب لا ترخيص فيها، لا تنقيص فيها، لا تقصير فيها، والفجر كذلك. اما الرباعيه فيصليها ركعتين، يصليها ركعتين، ده ترخيص تنقيص. ترخيص ابدال، ترخيص ابدال احسن، ترخيص الابدال كالكفاره. الأول الله جل وعلا قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط، هنا ترخيص التأخير أيضا ستأتي، يبقى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طب ما وجد ذلك، جاءك الترخيص، يقول الرجل ما عندنا رقاب الآن، ما في رقبة عشان نحررهم، طب اطعمهم، قال والله ما لدي من نطعمهم، طب اكسوهم، قال ما عندي ثياب أكسوهم بها. قلنا لو يأتي الشرع الآن بالترخيص لك بالإبدال، ما استطعت إلى ذلك سبيلا نسهل ونيسر عليك بالشرع. فقال فمن لم يستطع فإيش؟ فصيامه ثلاثة أيام سواء متتابعات أو غير متتابعات. فده ترخيص إبدال. أيضا من ترخيص الإبدال كفارة النسك، النسك صح؟ من قتل صيدا جعل الله عليه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعب أو عدد ذلك صياما ليذوق وبال أمره، فجعله إبدال. أيضا من الإبدال مع وجود الماء له أن يتيمم، ده ترخيص إبداله، هو يجب عليه أن مع وجود الماء. نعم، يبقى إذا نقول هنا عندما ينجم العارض مريض عنده كسر أو عنده جروح، والماء إذا سقط على الجرح سيوسع له الجرح، سيزيد في الألم والمرض، فنقول لهذا العارض مع وجود الماء يأتي الشرع يلوح من الأفق يبين لك. الحنفية السمحة يقول المشقة تجلب التيسير، لك أن تتيمم ولا تتوضأ. وطبعا الحديث المشهور قتلوه قتلهم الله، تعرفون قتلوه قتلهم الله، هذه هي فتوى من؟ فتوى الركعة ونص، كانت أيضا فتوى الركعة ونص. الرجل عنده شج في رأسه فأجنب، نام فأجنب، هو قضاء الله عليه عشان يكون شهيد إن شاء الله، وهذه شهيد الفتوى الخاطئة، ولذلك دعا عليه من سلم دعاء قاتلا، قال قتلهم الله، إما خبر وإما دعاء، ونسأل الله أن هي تكون مغفرة لذنوبهم يعني. فهو لما قال لهم إني جنب ماذا أفعل؟ قالوا لا نرى لك إلا الاغتسال. قال الشج في رأسي، قالوا لا نرى لك إلا الاغتسال. طبعا كثير من المحدثين يضعفون هذا الحديث لكن نحن نستأنس به. فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا؟ أما علموا أن شفاء العي السؤال؟ الجاهل شفاء أن يسأل ويتعلم، لا يتكبر ويفتي بغير علم، فأفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا. ونسأل الله أن ربنا يغفر لنا ولهم، وهذا اجتهاد إن شاء الله مغفور لهم وفي ميزان حسناتهم. لكن السلام غضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله. فهو الآن هو في ضرورة أو في عارض عرض له، ونقول مع وجود الماء عليك أن تعمم الجسد كله بالماء إلا موضع المرض العزيز، إلا موضع الرأس، وتتيمم للرأس. ودي طبعا اللي استقاها كثير من العلماء أنه يفعل ذلك، لكن نحن نقول الأولى من هذا ألا نجمع له بين البدل والمبدل، لا نقول تيمم ونقول إيش اغسل، لا نقول له اغسل وامسح، مفهوم؟ يعني خذ الماء بيدك حتى يجف وامسح على رأسك، فالمسح يكون بديل لوجود الماء وهو قبل التيمم، فلا يجمع بين التيمم وبين الغسل. الغرض المقصود هذا يعتبر إبدال، ترخيص إبدال. ترخيص تقديم، رجل جراح وهذا الجراح عنده مريض، العملية التي سيعمل له العملية ستكون عند أذان العصر، وهذه عملية خطيرة جدا، سيخرج القلب والأمعاء سيخرج كل شيء من الداخل يعمل فيه العملية، فهذه عملية قاتلة يعني ليست بلهينة، ومدتها من أول أذان العصر إلى المغرب، فسيضيع عليه العصر. فنقول له لا، هذه مشقة. الرجل يقول لا الصلاة، لا مش ممكن أترك الصلاة، يموت حتى ولا أموت ولا أترك الصلاة. نقول له أحسن الله إليك لتمسكك بعبادة ربك، لكن ديننا فيه الفسحة وفيه التيسير، هذه مشقة ستكون على الرجل يموت وأنت سيؤنبك ضميرك عليه، فمشقة عظيمة، هذه المشقة ستجلب التيسير والترخيص. والترخيص هنا بالتقديم، انزل بصلاة العصر إلى صلاة
الظهر، فقدم العصر مع الظهر واجمع جمع تقديم وجمع تقديم صلاة العصر مع الظهر. قال لا، الجمع الرخصة فيه السفر فقط. قلنا دعك ممن يحجر واسعا، وخذ بحديث الصحيح، وخذ بمذهب ابن المسيب وقبله ابن عباس، قال جمع عن السنة في المدينة من غير سفر ولا مطر، وفي رواية من غير مرض. قالوا علامة يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يوقع الحرج على الأم. فنقول رفع الحرج لهذا الطبيب، انزل بصلاة الظهر تقديما، وصلي الظهر بالعصر تقديما مع الظهر، وصلي العصر مع الظهر. يبقى ترخيص تقديم. والرجل المريض نفسه سنقول له لا، لا تسقط عنك الصلاة، قدم العصر والظهر. قال أما تراني نفسي ليخرج، قلت اجعل آخر أنفاسك في الصلاة، بطرف عينك تطرف في عينك الصلاة، تصلي الظهر والعصر ولا تسقط عنك الصلاة. فهو أيضا يجمع، يجمع جمع تقديم. إذا ترخيص تقديم، ترخيص تأخير، ترخيص التأخير العكس بالعكس. ممكن تضربه لي مثلا واحدا؟ ترخيص تأخير، اعكس تصب. طبعا في التقديم ممكن تضرب مثلا عليه أيضا الحول، الزكاة قبل الحول، هذا ترخيص وليس أصلا. الأصل أن كل عبادة موقتة بوقت أجيبه، لا تصلح إلا في وقتها، في وقتها. تتأكدون من هذا الكلام؟ لا، نجم الخلاف. القاعدة عند العلماء كل عبادة وقتت بوقت لا تصلح ولا تصح ولا تقبل إلا في وقتها، فلا يصح تأديتها إلا في نفس الوقت. توافقون؟ ائتوني بالدليل. في كل عبادة، مش في عبادة واحدة، عشان في سورة النساء جعلت الأيدي ترتفع كثيرا، صح؟ ها، جزاك الله خير. وكل أخ عنده نفس الآية، أنا عارف كل رفع قديم عندهم نفس الآية، الناس لا تكلم منك تم مقود، أريد غيرها. أحسنت، الحج أشهر معلومات، أحسنت. فممكن الإنسان يحج في رمضان وبعد ذلك ينزل، خطأ، ما يحج إلا في ذي القعدة، ما يحج إلا في الحجة. نعم، الحجة والحجة قراءتان صحيحة، ماشي، هات وهاتوا حقه يوم حصاد، يعني ما ينفعش قبله. نعم، دع أي حديث، هذا حديث من هذا؟ المجيب والذي سيدين، لا تدري. هذا حديث موقوف على أبي بكر قاله لعمر، إن الله عملا بالليل لا يقبل بالنهار، وإن الله عملا بالنهار لا يقبل بالليل. لكن هذا مقعد ومستقى من إيش؟ من الآيات والأحاديث، منها الانقطاع عن الطعام والشراب. ها، نعم، جيد. صيام رمضان، أنا عايز الدليل يا أخي، ما أنا اللي قلت صيام رمضان، أنا عايز دليل. شهر رمضان يعني يستطيع أن يصوم في شعبان؟ خطأ، ما يصوم إلا في، لأن العبادة الموقتة بوقت لا تؤدى إلا في نفس الوقت. يأتي هنا إذا كانت الفقر مضغع، وإن كانت الحاجة ملحة والفقراء كثروا، لنا أن نقول يأتي ترخيص التقديم، فيقدم الزكاة عن الحول. يعني رجل سيموت وأهله سيموتون في فقر قد أتى عليهم سيهلكهم، وهو ما يريد أن يخرج صدقة، هو غني ما يريد أن يخرج صدقة، فيسأل ويقول هل لي أن أعطيهم 1000 جنيه من وأحسبها من الزكاة؟ أنا ما أريد أن أخرج صدقة، الورع عندي لا أريد مثلا، استغفر الله. فنقول له نعم، لك أن تقدم زكاة مالك عن حولك، ولما يأتي الحول لست بمطالب أن تخرج الزكاة. وطبعا يستأنسون بحديث فيه ضعف، وصححه بعض العلماء، حديث العباس أن نفسنا استسلف الزكاة لعامين. أيضا استئناسا، فعل ابن عمر رضي الله عنه في زكاة الفطر، لا ده تأخير مش تقديم، احنا عايزين تقديم عن وقت العبادة، تقديم عن وقت العبادة. صدقة الفطر هي أوفر حظا في هذا، لأن ابن عمر كان يقدمها على الفطر بيوم أو يومين. يبقى إذن تقديم وتأخير، تأخير كالصلاة، هو يسافر عند أذان الظهر وما يستطيع أن يصلي الظهر، لا في المسجد ولا في البيت ولا هو واقف عند المركب الذي سيركبه ليسافر به. فنقول اركب يسرا عليك حتى لا تتحمل المشقة، وانتوي تأخير صلاة الظهر العصر، فصلي العصر والظهر جمع تأخير. وإن كنت مسافرا، هذا خلاف عريض، هل يقصر أم لا؟ المهم يصلي الظهر حتى يخرج من الخلاف تمام، ويصلي العصر تأخير. الأخوات، هذه قواعد فقهية يا شيخ. وقالوا أهو ترخيص التأخير، طالما أنت طلبت من الإخوة الصورة فغضوا الطرف عنك فنحن نتصدى للمجال. هاي ترخيص التأخير، تأخير الظهر إلى العصر، وأيضا تأخير المغرب إلى العشاء في غزوة الأحزاب، ده بالدليل، ده بالدليل والتعليل كمان.
الإخوة غدوا الطرف ولا ما غدوا الطرف؟ أنا ما سألت عن الصورة، رفعت أيديكم لا محاباة، أنتم وهن سواء الحمد لله ما فيش مشاكل. أيضا ترخيص، ترخيص تقديم، ترخيص إيش؟ تأخير. آخر واحدة، ترخيص تخيير، ترخيص تخيير في الكفارة إطعام وتخيير يعتبر. الصوم بدل عن إيش؟ عن ثلاثة مخير فيه. فإحنا ضربنا المثل بالكفارة في الإبدال بمثال الصوم إن لم يجد إيش؟ إطعام أو كسوة أو عتق. لكن نأخذ الشق الأول، نقول له إذا حدث لك الحنث في اليمين فلك أنت مخير في التكفير بأن تطعم أو تكسو أو أجيبه أو تعطي عتق رقبة أو إطعام عشر مساكين أو كسوته. مفهوم؟ يبقى ده أيضا ترخيص تخيير. هذه صور الترخيص، نقف عند هذا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ قاعدة أخرى مع نفس القاعدة بصور كثيرة تمثل أو فروع كثيرة تمثل هذه القاعدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.